صباحكم سعيد مرة تانية، وأنا أشكر كل اللي بدأوا في التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة صفحة الفيسبوك كمان التويتر. يعني مش معقول بدأ البرنامج من دقائق وصار في مئات من التعليقات موجودة، كلياتها صباحات، كلها أمل ومحبة. أشكر بهاي المناسبة في عندي معالي السيد محمد داودية، صباحك سعيد أنت وكل أهل بيتك، ونشكرك على الإطراء الرائع. والكل الكل يعني أشكركم باهتمام، بس أنا عيني أجت عليك أول ما أول ما فتحت وشفت كل المحبة لكم. طبعا إحنا بنقرأ الجميع، من رشيد، من علي، من محمد، من أشرف، من جعفر، فاتن، أحمد، كمان عبد الله، مشكورين كلكم. يعني على حكينا بالمئات، ما بقدرش يعني اذكر الا العشرات. تحياتنا لكم جميعا، واكيد نتمنى تضلكم عم تتواصلوا معنا من هلا لنهايه حلقه اليوم من حلوه يا دنيا. وهلا اكيد بيسعدنا تكون معنا ضيفه صاحبه صوت وموقف تجمع ما بين الجمال والذكاء والحده، يعني بسموها وبلقبوها اخت رجال، وهي ابنه مناضل عربي قومي بامتياز. اليوم رح نحكي مع الابنه والزوجة والأم سعادة النائب هند الفايز. صباح الخير، أهلا مصخر، كيف حالك؟ نورتي حالك. أهلا هلا ستي، نورتينا اليوم. أهلا تفضلي. أهلا مصخر، كيف حالكم؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. والله تمام، أما متوصي فيك رهف. بالله مقدمة غير شكل، شو بدي أحلى من هيك؟ بس مقدمة تستاهل، بتستاهل. لا والله مسخر على سلامتك، يكتر خيركم، تستاهلي، وأهلا وسهلا فيكي، وصباح الخير، والله يعطيكم العافية على الصحوة بكير يوم الجمعة. يعني هاي لحالها نضال، بعد أسبوع دوام إحنا بنعتبر الجمعة يوم الراحة، فالله يعطيكم العافية ما شاء الله عليكم. الله يعافيكي، شكرا، غلبناكي معنا. لا اليوم لا بالعكس يا ستي. كيف قهوتك؟ سادة. ولا إشي، ولا سكر ولا إشي، بس سادة. أيوة. هلا هو هلا شو كده أتوصل فيها زيادة، بدي أقولها الحلو ما بده سكر. شكرا لك، تسلمي يا ستي. أنا بقدرش أعلق هون، أنت فاهمة. اليوم قالوا لي ضلك عائل اليوم، أنا وصوني خليها بس من رهف حبيبتي. لا بالعكس، أنتوا زي الإخوان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك ستي ونورتي. أول إشي بقدر أقول لك كل سنة وأنت سالمة في بداية العام الجديد. إحنا مبسوطين إنه يعني أنت معانا، عائلتك سالمة. ونبدأ قبل ما نبدأ بالأسئلة، نسمع منك أمنيات عن العيد، تطولات عن السنة الجديدة بشكل عام. أول شيء طبعا كل عام أنتم بخير. طبعا أمنيات اللي دائما الإنسان بعيدها وبكررها، الصحة والسعادة. أنا بزيدها تنزال الهموم والكروب عن قلوب الناس، ولأني أكثر إنسانة بعتبر حالي همي وسبب نزولي الانتخابات النيابية هو الفساد. إن شاء الله يا رب تكون سنة 2014 خالية من الفساد. بس أهم شيء كلمة سعادة، بتمناها السعادة، لأن السعادة مظلة لكتير أشياء. يعني أنت سعيد إذا خالي من الفساد، أنت سعيد إذا صحتك موجودة، أنت سعيد إذا أسرتك حوالينك. فأنا بحكي كل عام و2014 كلها سعادة إن شاء الله. إن شاء الله.